التقى سعادة الدكتور عبدالطيب الراشد الزياني وزير الخارجية في العاصمة الإيرانية طهران اليوم مع معالي السيد ناريان كاجي شريستا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية نيبال الصديقة جاء ذلك على هامش اجتماع حوار التعاون الاسيوي وتم خلال اللقاء بحث علاقه الصداقه الوثيقه التي تربط بين البلدين وسبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات خدمه للمصالح المشتركه بالاضافه الى بحث الاوضاع السياسيه والامنيه الاقليميه والدوليه وانعكاساتها على الامن والاستقرار الاقليمي